أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بحق 32 متهمة بشبكة التجسس لصالح إيران، وهم 30 سعودياً وإيراني وأفغاني. وجاءت الأحكام متفاوتة، حيث حكم على 15 متهماً بالقتل بتهمة الخيانة العظمى. مزيداً من التفاصيل مع زميل منصور الطلحة من أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بحق 32 متهماً وهم كالتالي 30 سعودياً وإيراني وأفغاني، والحكم على 15 آخرين بالقتل بتهمة الخيانة العظمى وعدم الإدانة لاثنين منهم، وذلك بحضور مندوب حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وأقارب المتهمين ووكلائهم، وأحكاماً أخرى متفاوتة لبقية المتهمين تتفاوت ما بين 6 أشهر إلى 25 سنة، وذلك فيما يعرف بخلية تجسس لصالح إيران.